الله معكم. المشورة 19 بتقلنا اليوم: لا تعاشر أهل السوء ولا ترغب أن تكون معهم، لأن قلوبهم تلهج بالجور وشفاههم تنطق بالأذى. أمثال 24 أي 1 لـ2. نسمع ببعض الأحيان عن ناس بيعملوا أفعال سيئة، بس رغم هيك بيتنعموا بحياة مميزة مريحة وغنية، فبتخلي البعض يغار منهم ويتمنى يكون مثلهم ويكون كمان يشتغل مثلهم ليحصل على حياة تشبه نوعية حياتهم. ومن ناحية تانية منشوف ناس تعمل دايماً الخير بس بيعانوا كتير من الصعوبات والألم والتحديات اليومية بسبيل يعيشوا بكرامتهم. هيدا الشيء بيخلي البعض يتساءل: وين عدالة الله؟ معقول يتنعم الناس السيئة ويتعذب أهل الخير؟ جواب: أكيد لا. لهيك إذا قرينا المزمور 37 بمقارنة مع هالمشورة نقدر نفهم أكثر توصيت هالمشورة بعدم معاشرة أهل السوء. فالمزمور 37 بيحكي بوضوح عن مصير أهل السوء، وبيظهر مكافأة للأشخاص اللي بيتكلوا على الرب وبيصلوا له. بيقول المزمور 37: لا تغر من أهل السوء ولا تحسد الذين يجورون، فهم ينقطعون سريعا كالحشيش ويذبلون كالعشب الأخضر. رأى هالتشبيه، مصير أهل السوء بينتهي بسرعة، مثل الحشيش بيذبل مثل العشب، ما بيدوم ما بيستمر. بس اللي بيتقي الرب وبيتكل عليه وبيوثق فيه يرثون الأرض وينعمون في سلام عميق. شو حلو، بيورثوا الأرض وبيتنعموا بسلام دائم. هالمزمور بيأكد لنا عدالة الله اللي ما ممكن يترك الشرير ناجح، وبيظهر سعادة الأتقياء اللي بيورثوا الأرض. منشوف صدى لهالحقيقة بعظة يسوع على الجبل وقت قال: طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، وطوبى لأنقياء القلوب لأنهم يشاهدون الله. بالإضافة إلى نصيحة هالمشورة والمزمور 37 اللي بدعيكم تقروه كله، بقلكن مع يشوع بن صراخ: لا تؤخذ بإنجازات الخطأ، آمن بالرب وثابر على عملك، بالبركة يكافئ الرب أتقياؤه، وفي لحظة بركته تظهر. والله معكم.